كما بعث معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفه وزير الديوان الملكي برقيتي تهنئه الى سعاده السيد جمال محمد فخرو وسعاده السيده هاله رمزي فايز بمناسبه انتخابهما بالتزكيه لمنصبي النائب الاول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وذلك خلال الجلسه الاجرائيه لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس. واعرب معاليه في برقيتيه عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد في اداء مهامهما التشريعيه والرقابيه مع زملائهما في المجلس بهدف البناء على ما تحقق من انجازات وتحقيق المزيد من التقدم والرقي لمملكه البحرين وشعبها العزيز مشيدا بسعي جميع اعضاء الشورى الدؤوب الى تطوير التشريعات في المملكه بما يضمن تحقيق المصلحه العامه وحمايه الحقوق وترسيخ اسس دوله المؤسسات والقانون